اهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعينا متابعين تلفزيون اليوم السابع، والنهارده معانا لقاء خاص مع واحده من الفنانات اللي كانت ترند في دراما رمضان 2023. مش هنعرف نقول لها ايه، مش هنعرف نقول لها دعاء حكم ولا نقول لها صباح العمر. ازيك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب، مبروك على نجاح صباح العمده. الله يبارك فيك، عملتي نجاح كبير جدا. الشخصيه كانت معلقه مع ناس كتير جدا، كان ليها امباكت حلو جدا مع الناس، واكيد انت شفتي ده. الحمد لله. ففي البدايه بقى كلميني عن رحله دعاء حكم من ثلاث مشاهد في نسر السعيد في 2018 قدام محمد رمضان لاخت جعفر العمده في دراما 2023. والله انا كان نفسي بس اي خطوه في الاول اعملها، عشان حتى لو ثلاث مشاهد عشان اثبت موهبتي او ابان، والحمد لله ربنا كرمني وعملتهم، وبعد كده ده اللي خلاني اشتغل بعد كده في كذا حاجه. وطبعا كنت بتمنى ان انا يبقى ليا دور اكبر مع استاذ محمد رمضان، وربنا الحمد لله استجاب لدعائي. الحمد لله. طب انت عملتي ست مسلسلات قبل جعفر العمده وكان كلها ادوار كبيره، بس جعفر العمده كان غير، تفتكري ليه؟ والله انا بحسها رزق من عند ربنا، وسبحان الله يعني هو مش اكبر دور بس اكتر واحد يعني حقق نجاح، عشان مسلسل طبعا متشاف جدا وليه جماهير كتير، فالحمد لله. الحمد لله. انت عماله تقولي الحمد لله عشان ايه يعني؟ هو الحمد لله فعلا. والله مبسوطه جدا فعشان كده. طب دي حاجه حلوه جدا، اكيد انت حاسه بنجاح الدور وبنجاح الشخصيه وبنجاح المسلسل، وده اداكي اكيد دفع اكبر لادوارك اللي جايه. ف... طبعا صح، ده اكيد. الحمد لله الحمد لله. تاني نرجع بقى لبدايه اول ما عرفتي ان انت مترشحه لدور في المسلسل، ايه اول حاجه عملتيها لما ترشحتي الدور، وكمان عرفتي انك هتعملي الدور قدام محمد رمضان وهتبقي اخت في المسلسل؟ طبعا اول لما شركه الانتاج كلموني انا دمعت وفرحت جدا وما كنتش مصدقه غير لما رحت مضيت الحمد لله. كنت حاسه ان هي هتبقى فرصه، وهي فعلا احسن حاجه حصلت يعني الحمد لله، عشان عارفه ان استاذ محمد سامي استاذ محمد رمضان اي حاجه بيعملوها مع بعض بتنجح وناس بتشوفها، فحسيت لها هتبقى فرصه ليا كويسه قوي للجمهور يعرفني، يعني حتى لو كانوا عارفيني شويه من الحاجات اللي انا عملتها ما كانش زي دلوقتي. يعني دلوقتي الناس الحمد لله بتنادي صباح، يعني ردود الافعال مفرحاني قوي الحمد لله. طب دي حاجه حلوه، ان ده استديك صباح ولا دعاء بقى؟ في شويه عرفوا قالوا لي دعاء حكم وممكن نتصور وكده، وفي صباح اكتر بكتير. صباح. خايفه صباح تفضل ماسكه فيكي الى ما لا نهايه، ولا مبسوطه ان صباح ماسكه فيكي؟ بالعكس انا حبيت الاسم ده جدا والله، يعني عادي لو قالوا لي دايما صباح ما عنديش مشكله. طب دي حاجه حلوه جدا. طب كلمينا بقى عن كواليس الشغل مع النجم محمد رمضان، يعني كان عامل ازاي بره التصوير في الكواليس؟ طبعا استاذ محمد رمضان عليه جدل كتير جدا، بس بصراحة لما اتعاملت معاه عشان في نسر السعيد ما كانش في مشاهد بيني وبينه، بس اتفاجئت جدا قد ايه شخص متواضع وبيحترم شغله، بيجي قبل ميعاده التصوير، اتعلمت منه بصراحة حاجات كتيرة جدا، وبيساعد يعني لو شاف اي حد عايز اي حاجة يعملها، شافك متوترة يهديه، لا شخص متواضع وطيب ودمه خفيف جدا جدا جدا، ودي حاجه انا ما كنتش اعرفها. كان مخلي الكواليس سهله وبسيطه، سهله يعني. ولذيذه جدا جدا بصراحه، ودي اكيد حاجه ساعدتك اكتر انك تقدمي الدور بالشكل الناس كلها شافته، وساعدت اكتر طبعا على تاديه الدور باحسن حاجه عندك. الحمد لله. صح بالظبط. طب كان ايه نصايحه ليكي؟ هل قال لك نصيحه معينه؟ هل كان في مشهد بيجمعكوا قال لك لو عملتي كذا هيبقى كده احسن، لو زودتي دي هتبقى دي احسن للشخصيه، ولا كان سايبك تعملي اللي انت عايزاه على طبيعتك خالص؟ هو كان قاعد كده وبيتفرج، ولما خلصت قال لي برافو، هو فاتبسطت قوي ان انا كنت الحمد لله يعني عند حسن ظنه هو استاذ محمد سامي، وكان عاجبه جدا المشاهد اللي انا بعملها اللي هو كان حاضرها. طب جميل قوي. طب احنا اتكلمنا بقى عن النجم محمد رمضان، نروح بقى للمخرج محمد سامي. الشغل بقى مع محمد سامي معروف انه بيدقق في تفاصيل التفاصيل، يعني بيدقق في اصغر حاجه موجوده لاكبر حاجه موجوده. ده بقى انت شفتيه ازاي؟ كان عامل ازاي معاكي في الكواليس؟ كان عامل ازاي معاكي في التصوير؟ اول ما بداتوا تحضروا لشخصيه صباح قال لك تعملي ايه؟ ايه الحاجات اللي كان عايزك تركزي عليها اكتر؟ هو قعد معايا قعده قبل التصوير على الورق وفهمني كل تفصيله في الشخصيه، وده ساعدني جدا. واستاذ محمد سامي اي حد يشتغل معايا عارف لو بيبقى بيصور وهو مطمن، يعني عشان هو اكتر حاجه بتهمه في على الشاشه الممثل واداء، وبيفضل يعيد
وفعلا فعلا زي ما حضرتك بتقولي بيركز على التفاصيل بطريقه يعني جميله. اصل اي ممثل ممكن تفوده حاجات تفصيله. اه بالظبط. فلا هو بيبقى مركز وبيدينا باور وبيشجعنا يعني ما بيفوتش حاجه. يعني ببقى عارفه ان انا لو خلصت المشهد ده استحاله يبقى وحش. في ممثلين بيشوفوا ان التدقيق الكتير في التفاصيل بيبقى متعب، بيبقى متعب ليكي انت اللي انت بتبقي واخده الشخصيه ومركزه قوي، فالتفصيله ان انت تعيدي تاني ممكن توقع لك حاجه تعمل لك حاجه. هل ده كان بيضايقك ولا انت كنت بتشوفي دايما انه محمد سامي عايز يخليكي تطلعي احسن حاجه مع كل شوت بيتعاد تاني او كل حاجه بتتعمل تاني؟ هي فعلا حصلت لي كتير اللي انا ببقى مذاكره مثلا مشاهد اللي احنا ما عدناش عليها، ببقى مذاكرها بطريقه وباجي في التصوير بتبقى بلاقيه بيقول لي لا قوليها من حته تانيه. بس انا مطمنه يعني، ببقى مطمنه يعني هو استاذ وانا بحسه عبقري، فعارفه ان اي حاجه اي توجيه هيوجهه ليا هيبقى هو ده الصح، عشان برضو انا خبرتي مش كبيره في مجال التمثيل، فلا واثقه فيه، كنت ثقه عمياء والحمد لله اللي شفته على الشاشه يعني فرحني جدا. قال لك نصايح معينه لادوارك اللي جايه ولا كان كل كلامكم مينلي عن شخصيه صباح العمده او شخصيتك في المسلسل جعفر العمده بس؟ لا هو ما قاليش حاجه عن يعني بس اللي جاي بس هو يعني التعامل معاه هو ده اللي اداني اكسبيرينس كويسه، اللوكيشن بتاعه وطريقته وتركيزه علمني بصراحه حاجات كتيره قوي. طب يعني كل يعني ضغوطات مسلسل جعفر العمده هتفيدك في كل اللي جاي؟ اكيد اكيد. حتى لو كانت حاجات صعبه، التصوير كانت فتراته طويله طبعا. لا خلاص انا اي ادخل دلوقتي اي حاجه ما عنديش مشكله الحمد لله. طب كواليس المسلسل نفسها كانت عامله ازاي؟ لا والله كنا لابسين الشخصيات كاننا بجد انا صباح وصفصف وسوريا يعني كلنا كنا لابسين الشخصيات. حتى انا في التصوير كنت بخاف اروح يعني لعيله فتح الله اسلم. مين ما بيخافش يروح لعيله فتح الله اصلا؟ مين ما بيخافش منه؟ يعني حتى بعد ما بنفركش وكده ما بسلمش. احنا عندنا مشاكل، احنا مالناش دعوه. بخاف جعفر يشوفني او صفصف تشوفني تبقى مشكله. او نعيم مثلا جوزك بيتخانق معاكي طبعا. مثلا فبتجنبه. طب بما ان احنا بقى اتكلمنا عن جعفر ومراتات جعفر صفصف، مين بقى في مراتات جعفر كانت الاقرب ليكي؟ هما بصراحه كلهم بجد يعني كلهم قريبين مني جدا. يمكن اكتر واحده شويه كنت بقعد اتكلم معاها منى فضالي. نرجس. نرجس عسوله ولذيذه وما عندهاش مشاكل مع حد ومش عامله مشاكل في المسلسل. كنت عايزه حد يبقى شخصيته خفيفه ولذيذه زيك. صح. شخص عنده حاجات كتيره في شخصيته كنت خايفه منه. طب مشاهدك بقى مع الملكه صفصف الملكه فنانه هاله فاخر. طبعا استاذه هاله فاخر كان امنيه حياتي من وانا صغيره ان انا اقف اشتغل قدامها. فلما اتحقق كنت ساعات بفصل من الشخصيه اللي هو معجبه بيها جدا، ابص لها كده. دمها خفيف وطيبه وكانت بتعاملني فعلا كاني بنتها. مش محتاجه اقول عليها، انتوا يعني كلنا بنعشقها. ما فيش حد ما بيحبش بيختلف عليها. ما حدش يقدر يختلف عليها، دي حقيقه. انت صح في اللي انت بتقوليه. ايه اللي انت اتعلمتيه منها في اللوكيشن؟ ايه اللي انت شفتيها بتعمله فهتحسي ان انت انا عايزه ابقى كده لما ابقى ثابته اكتر في مشواري، انا عايزه ابقى زيها في الحاجه الفلانيه؟ ايه الحاجه دي اللي هي بتبقى قاعده مثلا بتتكلم في توبيك وهما مثلا بيحضروا واول ما استاذ يقول اكشن بتفصل تماما وتلاقيها لبست الشخصيه ودخلت في صفصف، فدي مش اي حد يعملها. فطبعا دي محتاجه تركيز كبير. طبعا انت اتعلمتي حاجات كتيره في المسلسل اكيد هتفيدك اكتر. يعني انا الحمد لله. انت كمان بتتكلمي انت مبسوطه كده ومرتاحه واكيد مبسوطه بردود الفعل. فنرجع لصباح بقى تاني، ايه بقى الصفات اللي بين دعاء وصباح؟ يعني الواحد مش هيتكلم عن نفسه. لا معلش اتكلمي عن نفسك، عرفي الناس بيكي شويه. يعني الناس بتقول لي بيقولوا لي ان انا طيبه زيها وجدعه. شخصيه صباح في المسلسل شخصيه ما اختلفش عليها اتنين، يعني اللي اختلف عليها اتنين دي جت في لحظات كده اللي هو شكيتوا فيا كتير. شك فيكي كده اللي هو هي طيبه كم حلقة ولا هي سخنه ولا هي بتعمل ايه. انت ايه اكتر حاجه كنت عايزه تركزي عليها في شخصيه صباح؟ اللي انت كنت عايزه الناس تطلع من بعد الموسم الرمضاني كده تقول صباح دي كذا، الصفه اللي انت كنت عايزه الناس تقولها في صباح؟ اصيله وتحبني
يعني عايزاهم اخطف قلبهم ويحبوني يحسوا يعني عشان انا بعمل دور صباح اللي قرايبنا اخواتنا فدور يعني شبه ناس كتيره قوي في حياتنا الحمد لله. فكنت عايزه الناس تخرج تاخد الانطباع ده اللي انا طيبه وادخل القلب وفي ناس هم كويسين المفروض الناس اللي قالوا لي عليا قالوا عليا كلام مش قد كده وشكوا فيا اعتذروني محتاجه اعتذارات كتير قوي الموضوع ده مضايقك انا عارفه شكوا فيا كتير قوي بس ده طبيعي ده نوع من انواع النجاح برضو خدي بالك لان انت طول المسلسل انت شخصيتك مسالمه جدا طيبه بتساعدي كل الناس بتدي سبورت لكل الناس انت كمان مشاهدك مع احمد فهيم بعد الحاجات اللي حصلت كانت ليكي مشهد معاه كده وانت قاعده بتدي له ايموشنال سبورت كنت جميله قوي فانت لازم الناس برضو تشك في شخصيتك صح لو محدش كويس قوي كده محدش كويس كده للاخر كمان أيوة. انت كنت على طول كويسه وواقفه في ظهرهم وبتساعديهم وعايزين ايه وواقفه فاكيد لازم الناس كانت تشك ده نوع من انواع النجاح ما تنكرش لا لا الحمد لله كنت فرحانه جدا وكانوا بيقعدوا يبعتوا لي بيعملوا لي تاج يا صباح اوعي تبقي انت كده احنا بنحبك هنزعل منك مش عادي كنت نفسي ارد اقول لهم انا لا انا كويسه ما تخافوش مني ما تخافوش لا بس كنت بسكت وكنت مبسوطه قوي بالحاله المسلسل عاملها وكل يعني ردود فعل الناس بجد مفاجئني جدا انا الحمد لله الحمد لله عمري ما اشتغلت حاجه وكان رد الفعل ده حاصل الناس بتكلمني قرايبي من بره مصر ناس توقفني في الشارع احنا بنحبك يا صباح يعني الحمد لله الحمد لله كرم ربنا كبير بجد الحمد طب لله. ايه بقى الصفات اللي انت ما تحبيش تبقى فيكي من صباح اللي هي سلبيه شويه يعني كانت في حالها بالزياده كنت عايزاها تبقى شقيه شويه مش انا يعني ده مش انت يعني انت ده مش انا ده مش انت يعني اللي بينك وبين صباح ان انت طيبه لكن اللي مش بينك وبين صباح ان انت مش شقيه يعني انت معترفه انا شقيه تحبي تنخشي بقى وتعملي مشاكل ولا بتحبي تنخشي بس وما فيش مشاكل لا من غير مشاكل انا بس بتحبي تنخشي لازم لازم حتى سسبنس كده طب نيجي بقى لردود الفعل على شخصيه صباح اللي انت بتقولي ان هي مفاجئاكي جدا ومبسوطه بيها جدا من اول ما بدات ايه اول ردود افعال بدات تجيلك على الشخصيه من اول رمضان من اول رمضان ابتدوا يحطوا صورتي ويكتبوا اطيب من بهاء سلطان واطيب من كمال ابو ريا فكانوا بيضحكوني جدا بصراحه انت متخيله ان انت اطيب من اطيب شخصيتين عرفتها الناس انت عارفه انت فين عند الجمهور دلوقتي ان انت لو عملتي دور بقيتي شريره الموضوع هيتحول معاكي جدا بس انت لازم تعملي ده ان شاء الله هلعب كل حاجه باذن الله يعني لازم ما تبقيش تحطي في الحته دي بس طب ايه كانت ابرز بقى المواقف اللي قابلتك بعد عرض جعفر العمده سواء بقى في الشارع او على السوشيال ميديا الناس كانت لما بتشوفك كان ايه اللي بيحصل الناس خطفتك ازاي في الشارع الناس كنت بيبصوا لي اصل انا قبل كده اول مسلسل عملته كنت فاكره انا خلاص اول لما اخلص هنزل للشارع الناس كلها هتعرفني فكنت مره قاعده في مطعم فناس بتبص عليا اربع رجاله قاعدين فبصيت لهم وضحكت على اساس بقى لهم خلاص عارفين انا مشهوره أنا... انتوا عارفيني فطلع الموضوع مشكله خالص اوبا كنت هتفهم غلط بس يا نهار ابيض فدلوقتي في اول المسلسل ما كنتش عايزه برضو يعني عارفه المسلسل متشاف كل حاجه بس ما كنتش عايزه اخد الالم في نفسي اللي هو اللي هو ما كنتش عايزه اكرر نفس اللي حصل قبل كده تاني بالظبط ف لغايه لما يجوا صباح ويتكلموا معايا ببقى تمام انت عارفني انت متاكد انت تمام انا صباح مفرحني قوي والكومنتات مفرحاني جدا بجد وحتى كتبت على الفيسبوك عندي اللي هو ربنا يفرحكم زي ما فرحتوني كلكم بجد انت كمان ما تعملت يعني انت ما رديتيش قوي على الحاجات يعني البوستس والحاجات الكوميكس اللي طلعت عليكي لما الناس بدات تشك فيكي انت ما رديتيش خالص على السوشيال ميديا انت كنت قصده ان انت ما ترديش خالص على السوشيال ميديا ولا انت كنت شايفه انه سيبوا الناس كده تروح وتيجي مع نفسها وانا قاعده بتفرج ملكه كنت قاعده بقى ما مش هينفع ما كنتش عايزه احرق حتى لمامتي والاهلي بيسالوني كل دقيقه ما يا دعاء بليز احنا اهل الاهل ردي علينا احنا اهل واكلين شاربين مع بعض اقول لهم لا غير برضو لو حرقت يعني الواحد بتبقى السسبنس بيروح فما كنتش حابه وكنت مبسوطه قوي بردود فعلهم اللي الناس كلها عايزه تعرف هو مين الخاين تاني غير دلال طب عادي احنا ممكن بقى تعتبرينا مامتك واهلك واخواتك ايه اللي هيحصل في الحلقتين الجايين صباح هتعمل ايه جعفر العمده هيعمل ايه مع دلال ايه اللي هيحصل بصي انا مش عايزه احرق برده بس هي نهايه سعيده ردود دبلوماسيه ايه يعني يا دعاء انت ماشيه معانا دبلوماسيه من اول الحوار ايه كده كده صح لا هو نهايه سعيده
هي الناس كلها خايفه تبقى نهايه نكد وهتنكدوا عينها في العيد اوعوا حد يموت ومش عارف، لا نهايه سعيده جدا. طب دي حاجه كويسه انت ما حرقتيش بس يعني طمنتي الجمهور على الاقل صح؟ نهايه سعيده جدا. طب كنت بقى بتتفرجي على الحلقات ازاي مع عيلتك ولا كنت بتتفرجي لوحدك ولا لما بتبقي معزومه بره بتقدري تشوفي مع اصحابك؟ لا انا مبدئيا كده ما بروحش حته بعد يعني اتفرج على المسلسل وبعد كده اخد اي بلان لاي حاجه ثانيه، اهم حاجه عندي ان انا اقعد اشوف المسلسل. تشوفيه لوحدك ولا بتشوفيه مع اهلي؟ لا بتشوفيه مع اهلك. وماما لقيتها بتعيط في مشهد بتاعنا وسيد فببص لها كده لقيتها ماما انا قاعده جنبي ماما يا بنتك عادي. ده نوع من انواع اكيد ان هي مصدقه جدا الدور لان انت قاعده جنبها ان انت بنتي بس انت قدام الكاميرا انت انا ما اعرفكيش دي واحده ثانيه. فده ده 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 فرحني جدا ان هي مامتي ومصدقاني فالحمد لله. طبعا ده كرم من ربنا طبعا. طب ايه لله. اكتر كومنت جالك على صباح حسيتي ان هو بسطك جدا؟ واحد يكتب لي انت ام عيالي وبحس اتبسطت اللي انا في العيله شايفيني في العيله معاهم مش اللي هو انت قريبه من ايه، حسيت ان انت قريبه جدا من الناس يعني ده كانت اكتر حاجه بصاكي. دي حقيقه. طب ايه اكتر كومنت جالك ضايقك جدا اول ما شفتيه حسيتي انه لا 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 انا مش عايزه اشوف الكومنت ده تاني؟ في حد كتب اللي انا واحده اللي انتوا عاملين عليها بروباجندا ليه، دي مش حلوه خالص وما بتعرفش تمثل. ففرحت قوي بقى، انا دايما كنت بشوف ده عند النجوم اللي هم بيردوا على بعض والناس بتتخانق ففرحني قوي. كنت عايزه ادخل تاخديها سكرين شوت وتنزليها لها بقى بوست لوحدها مثلا. لا لا ده نوع من انواع النجاح. لا بس مش عايزه، بس يعني فرحني اللي الناس ردت عليها وردت غيبتي فحسيت قد ايه انا الحمد لله يعني قريبه منهم كانه يعني ردوا كمان بحراره كاني حد من العيله فده فرحني خلاص انا مش عايزه حاجه ثانيه. اللي هو انا جالي حقي في ساعتها تماما انا كده هنام مرتاحه النهارده صح؟ بالظبط. طب قولي لي بقى هل عندك خطط للاعمال اللي جايه ولا لسه عايز تهدي بقى شويه من رمضان وجعفر العمده واللي بيحصل من ورا جعفر العمده وبعدين تبتدي تفكري في خطط للمستقبل؟ لا انا عايزه اشتغل يعني انا لو طول افضل شغاله على طول على طول على طول انا بعشق الشغل واكتر وقت ببقى مستمتعه فيه وانا في التصوير. عايزه اركز الفتره الجايه وعايزه اعمل ادوار تليق بالنجاح اللي انا عملته وان شاء الله ربنا يكرم واعمل حاجه كويسه. طب هل في حاجه وانت بتتفرجي كده على صباح دلوقتي بتقولي بينك وبين نفسك انا لو كنت عملتها كذا كانت تبقى احسن شخصيه صباح ولا انت راضيه 100% عن الشخصيه؟ لا طبعا في مشاهد بقول لو كنت زودت كذا لو كنت عم... بس ما دام استاذ محمد سامي يعني ده خرج وطلع على الشاشه يبقى ده كويس. ولقيت ما حدش علق يعني الحمد لله ما حدش قال يعني في ناس وجوه جديده بيطلعوا ناس تقول لك لا ما تعرفش تمثل لا مش ده ما حصليش. فيعني هي الكومنت بتاع البنت دي بس ده يعني فاهمه فده لوحده الحمد لله. عيوبي بقى انا هصلحها بعد كده بيني وبين نفسي. يعني انت هتخلصي رمضان كده وتقعدي بالورقه والقلم تقولي انا عملت 1 2 3 4 في الاعمال اللي جايه انا مش عايزه 1 2 3 4. وانا كمان باخد كورس تمثيل مع ياسين العصامي وهيفضل ان شاء الله الاكتنج كوتش بتاعي. طب ايه الشخصيه اللي انت نفسك تعمليها؟ شخصيه بقى سواء ممثل يعني ممثله راحله شخصيه تاريخيه حد انت عايزه تعمليه؟ والله ما عنديش حاجه انا حاسه نفسي ان انا لسه ما عملتش حاجه انا لسه عايزه العب كل الادوار عشان عندي يعني انا مختلطه بناس كتير قوي في حياتي اختلطت بناس كتير جدا فعندي كاركترز كتير قوي في دماغي ممكن العب ونفسي العب حاجات طبعا صعبه نفسي اطلع في شر عايزه تعكسي صوره صباح بقى خلاص ما انت صباح مضايقاكي شويه وارجع تاني طيبه يعني اوريهم برضو ان انا شاطره في الحته دي يعني كده. طب يعني ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله مسلسل وشخصيه صباح تبقى حققت لك كل اللي انت بتتمنيه واكتر. دي حقيقه الحمد واكيد لله. ان شاء الله الادوار اللي جايه هتبقى نجاحها اكبر والناس هتبقى عرفتك اكتر وهتبقى عرفت دعاء اكتر مش صباح بس. ألف مبروك على صباح العمده. الله يبارك فيك. وان شاء الله نشوفك تاني في حاجات احلى واحلى واحلى باذن الله. مرسي. واتمنى يكون الانترفيو كان لذيذ والاسئله كانت جميله بسيطه ومبسوطه بيها ولا اي حاجه. انا انبسطت جدا انك كنتي معانا. ده كان الانترفيو مع دعاء حكم او صباح العمده. شكرا لكل متابعينا.